يا راجل طلع زيد زيد طلع شو هذا اللي بغى اجل شنو هذا ما قدرش راه فاتني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يا في هانت سويس باكيت وفات خبرتني فاطمه خير لان كانت معايا وساميه وحياه جبران وعرفت انها وفاتها المنيه الحمد لله كان وليدها هنا بنتها جات 10 دقائق من بعد ولكن حضرت لها في هذيك اللحظه حزن كبير في العائله ديالي وكنظن عندكم وعند المغاربه وعند وليداتها وخاصه لما شفتوها يمكن هي كانت ماشي محتجمه ولكن قررت انها ما تخرجش بزاف لي ميديا مي حالتها كانت صعبه في الاونه الاخيره الله يرحمها ويستر عليها ارتاحت ادات الرساله ديالها ومشات في الضوء لانه مع هادشي اللي ولينا كنشوفوا في لي ريزو سوسيو هادشي ولا كيخلعوا لينا كنتمنوا اننا نموتوا قبل ما كلشي يتحول ما يبقاش غير الانسان يتحول نبيل عيوش اللي خدم معها اخر عمل من خلال قصاريه وفلا اللي جمعني معها فتاسفنا كاملين لانه صعب لما زهرة من زهرات الممثلات المغربيات وأيقونات تمثيل في المغرب اللي من السبعينات أو أقبل وهي خدامة قدمت مجموعة ديال الأعمال شفناها بالبيض والكحل وتلقنا معها وكبرنا معها خدمت هي وسعد الله عزيز مجموعة الأعمال كانوا أوفياء ضحكونا كنظن ضحكوكم كاملين واليوم ها احنا الضحك كنبكيو معها وفي نفس الوقت أنا شخصيا كنحس بواحد ماشي نقولوا الراحة لأنه لما كتشوف حبيبك معذب وصل لواحد الدرجة اللي ما تقدرش تبقى تشوفه كتطلب له الرحمة والموت في هذه الحالة كان رحمة عزائي لوليداتها وبنتها لولدها وبنتها ولجميع المغاربة وشكرا انتم على حضوركم آخر مرة شفتها دي واحد الشهرين من بعد العرس ديال الابن ديالها لأنهم موراها كانت وصلت زعما مع الشيميو وحالتها كانت صعبه جدا ولكن بقاو ممثلات فاطمه خير صراحه وسميه قريو وحياه جبران بقاو اوفياء ليها كيخرجوها كيجيو كنتواصلوا دائما ان لله وانا اليه راجعون هذه هي الحياه الله يحفظكم كل شيء ممكن الحياه دائما المعطاء ومازال الخير حتى تفنى الدنيا حقيقة يعني كانت واحد صدمات ولكن ربي كيعطي ربي كياخذ إن لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها ويصبر وليداتها ويصبر لأن افتقدنا فنانة كبيرة في الميدان الفني وكانت منه لها الرحمة والمغفرة والله يصبر عائلتها وشكرا لكم أخر لقاء ديالكم السيدة آخر لقاء ما كنت شوفوش كتير غير في التليفون كنت سول فيها ويعني هي من ليمة الزوج ديالها لأن
ثنائي كان ثنائي كتجمعهم يجمعهم الفن وكتجمعهم المحبة والعائلة. فمن ثم بدأت التأثير ديالو عليها وهذه سنتين باش توفى والله يرحمه سعد الله وهي لحقت به والله يلقيهم في الجنة ونتمنى لهم الرحمة وشكرا لكم. صدمت البارح ملي سمعت الخبر ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. ما عندنا ما نديرو على قدر الله. خديجة ماشي سهل عليا الفرق ديالها. خديجة دوزت 7 سنوات في مسرح التمانين كنا واحد المجموعة ديال الممثلين منهم عائشة مهمه صلاح الدين بن موسى حسن مضياف كانت واحد المجموعة كبيرة ديال الممثلين. دوزنا جولة في المغرب وخارج المغرب. الإنسانة الطيبة الإنسانة الخلوقة الإنسانة اللي ما عمرك ما كتسمع منها العيب ولو تكون مقلقة ما كتخبي القلق ديالها الداخل ما كتبينوش. الحمد لله والشكر لله. انا مصدومه ما قدرتش نستوعب هذا الخبر لان جاني بحال صاعقه ما قدرتش. الله يرحمها ولا برحمه الله ويرحم جميع المسلمين يا رب. الله يرحمها الله يرحمها ويجعلها من الجنة إن شاء الله والله يلحقنا بها صالحين. شكرا لكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.